فتحي اتأخرت كده ليه؟ بصراحة ما كنتش جاية. ليه بس؟ عجلي عمال يودي ويجيب وبسأل روحي عايزني في ايه؟ انت عارفة كويس انا عايزك في ايه؟ وانا عارف منين يا فتحي؟ نادية انت عشتي في بيت عبد الحكيم قد ما عشتي خدت ايه؟ انكرشتي بره طردة الكلاب ولا حد فيهم فكر يسأل عليك انت فين ولا بتعملي ايه؟ انت عايز ايه يا فتحي؟ عايزة انا وانت نبقى مع بعض ايد واحدة. وشمس؟ شمس؟ شمس هي اللي متجوزاني مش انا اللي متجوزها. ما حسستني ان انا جزء من ممتلكاتها بالشغلانه الحقيره اللي ابوها جابها لي. تعتبرك خدام عندها يعني؟ طب انا هجيب معاك من الاخر. انت صح، انا كل مناي اخد حقي، وحقي ده كتير كتير قوي. سنين عمر اللي ضاعت اللي لا تتجل بمال ولا ذهب. تتجوزيني يا ناديه؟ مش قبل ما اعرف اللي في راسك. هتعرفي بس مش دلوقتي. عايز تجهر شمس وتحسسها انك ممكن تتجوز عليها، بس ما فيش حد في البلد هيرضى يجوزك بنته على بنت عبد الحكيم. انما ناديه ما هتقولش لا، عشان ناديه خارج بيت، ومحدش يقدر ياخد خارج بيت عبد الحكيم. صح؟ بس انا موافقه.